تعودتوا معنا كل حلقة منكشف لكم مشوار نجاح نجمة، بس هالحلقة تحديداً حتكون شوي غير، لأنه الموضوع منه قصة فرد، الموضوع هو قضية مجتمع بكامله، قصة المرأة المطلقة، واللي لليوم بعدنا لسنة 2021 بتعتبر عيبة. مننسى كل إنجازات المرأة، كل شي حققته، كل نجاحاتها، ومنقول عنا يا حرام مطلقة. سارة هاي! هاي كارول، كيفك؟ سارة، يعني أنت عرفت موضوع الحلقة وعارفة عن شو بدنا نحكي. أكيد. سارة، أنت هلأ قربت توصل المليون، إن شاء الله قريباً منشوفك عم تحتفلي بالمليون متابع على يوتيوب. إن شاء الله يا رب. بس سؤالي هو، كل ما يزيدوا متابعينك أنت بترجعي مثلاً لما يصير عندك متابعين جداد بتعرفيهم بحالك، بتقوليهم أنا سارة بعمل هيك، ترى لأنه عم بيزيدوا بشكل كبير. هلأ من بعد ما استلمت ورقة الطلاق رح تدخل صفة مطلقة لطريقة تعريفك عن حالك، ولا بتعتبري أنه هيدي صفة بتحدك؟ أول شيء، هاي موضوع الطلاق كتير صار بالنسبة لي شيء عادي. أول شيء دايماً بيجوني يسألوني في كل فيديو، وين زوجك؟ ليش أنت وبنتك لحالك؟ ليش أنت ما بتطلعي زوجك في الفيديوهات؟ هاي الكلمة تزعجني أنا شخصياً، لأنه خلص أنا لما بعلن كلمة مطلقة ما بدي يضلوا يذكروني بالماضي اللي أنا تركته وسكرت الباب تبعه. أوكي. بس بضطر إني لازم أعرفهم. أنا بفتخر وبقول إن إيه مرأة مطلقة، بس ما حلو أقعد أكرر كل شوي أنا مرأة مطلقة في الفيديوز. خلص، أنتوا اللي الجداد شوفوا فيديوهاتي، برجع أحكي لهم دايماً مع كل فيديو، تكون تعرفوا عن حياتي أكتر، شوفوا الفيديوهات، فعلوا الجرس لتعرفوا هاي الشغلات. حلو واحد يكرر مطلقة مطلقة، لأنه برضو في كلمة في الناس ما تفهمها. ناس يقولوا عم تتفاخري وطلاق، يعني للأسف مجتمعنا ما بفهم هاي الكلمة وبيعطيها حقها، صح؟ بيجوا ضدها كتير، وهاي اللي مزعلني بهذا المجتمع. هيدا اللي كان بدي أسألك يا سارة، يعني أنت مش من زمان استلمت ورقة الطلاق، مزبوط. حقلك مبروك، الله يبارك فيك. من عايبة، من عايبة هيدا قرارك. أبداً. هيدا أنت شيء وصلتي له بعد فترة كتير طويلة، أنت صديقتي وأنا بعرف، بس صح. وبعتقد متابعينك كمان بيعرفوا، لأنه أنت جربت قد ما فيك تكوني صريحة معهم، تخبريهم بلا ما تتعدى على خصوصية الطرف الآخر، لأنه طبعاً. كمان أنت القصة منا قصتك وحدك، ما فيك تطلع تحكي فيها أنت وحدك. جربت حاولت قد ما فيك تخبريهم شو عم بيصير، ومن فترة طلعتي خبرتيهم انه استلمتي ورقة الطلاق. كنت عم بستنى بهاي اللحظة اني احصل على ورقة الطلاق. بهاللحظة بس استلمتيها، شو كان احساسك؟ تعرفي، كان احساس ملخبط، قلق، خوف، سعادة، مسؤولية، حرية. اللحظة اللي كنت عم بنتظرها لما مسكت الورقة، ما بعرف ابكي ولا اضحك ولا أقول يا بعد هالمعاناة، لأنه أنا ما حصلت عليها إلا بكل تعب، وكنت بتبهدل. شفت فيها السنتين، أنا سنتين كنت عم بتصل لأخذ الطلاقي، ما طلبت الطلاق هيك بس عشان بدي أطلق، لو ما عانيت كان ما حصلت على الطلاق. لكن اللي فرحت له إني أخذت حريتي وعرفت قيمة نفسي، عرفت كرامتي، حفظت عليها، حفظت على كرامة البنت. هاي مش لحالي، هاي حياتي وحياة بنتي. فأكيد فرحت، أكيد انبسطت، لأنه لو ما تعبت وبكيت من قلبي كان ما حسيت الورقة هاي قديش مهمة بحياتي. هاي الإيد تطبطب علي. فرحتك سارة كانت أكبر نهار اللي تجوزتها أو نهار اللي طلقتها؟ لا صراحة بعد ما طلقت، والله ما أكذب عليك، كلمة طلاق، ورقة طلاقي هاي فرحتني، لأنه سارة هي هاي ورقة طلاقة. الزواج دمرني، اكتشفت شغلات. للأسف لما تكون انت حاطة هدفك وحلمك على الشيء وتصحي على كابوس، هذا اللي صار معي. لشو أنا كنت عاملة في حالي هيك؟ عشان خايفة من كلمة طلاق؟ أنا كذا مرة أطلب الطلاق لكن ما أخذ الخطوة إني بدي إياها، لا خايفة. طب شو حيقولوا علي العالم؟ اتجوزتي اتطلقتي على طول، شو قعدتي هالسنتين؟ قدي ضليتوا متزوجين؟ سنتين ونص. هيدي سنتين ونص بتتضمن فترة الطلاق اللي انت عم تحاولي تطلق فيها؟ لا سنتين ونص كانت مناح. يعني ايه انه مش مناح حتى، انه مشاكل، بس كنت ما بدي اتطلق. أوكي. عم بحاول اكابر انه هلا حملت، في بنت بالطريق، يعني انا حملت من هون بلشت المشاكل، خلفت نايا اخذت الطلاق، سبحان الله، خلص انه ما قادر اكمل. انا بدي اعرف لحواليك، اهلك، قرايبينك،
المجتمع اللي أنت بتنتمي لإله شو كانت ردة فعله؟ هل حسوا إنه يعني سمحين بهالكلمة بس هيك بيعتبروها بمجتمعاتنا أوقات، اعتبروا إنه جبتي لهم العار؟ أول إشي إحنا عائلة كتير كتير كبيرة، أوكي، وفيها اللي وقف معنا وفي اللي ما وقف معنا. في فسروها إنك تتطلقي حتتسوي على كيفك وما سندوني، متفرجين إنه لوين بدك توصلي، نضبي، كان يقول نضبي لعند زوجك وما تتطلقي، لكن نضبي. الحمد لله إيه نضبي نضبي لعند زوجك ما تطلقي، ما عندنا بقى تتطلقوا، اتحمل الإهانة وقعدي عند زوجك. شو يعني؟ شو يعني تهنتي؟ هذا زوجك سترك وغطاكي، هيك كان يحكوا لنا بالفلسطيني، أوكي؟ لكن أنا الحمد لله بشكر ربي إنه الله أعطاني أم وبي سندوني، وبالعكس هم اللي كانوا يقووني، قالوا ما تخافي إذا الدنيا فشلتي فيها عشان زواج إحنا من سندك، إذا مثلا إذا خايفة من استقرار أمك وأبوك، خايفة على بنتك عندها بدل أب ثلاثة، إذا خايفة على حنان عندها إحنا حواليكي، فالحمد لله سندوني وما حسوا أبدا بالعكس إنه عار أو شو عم تعملي شو بالعكس. سارة أنت قصتك مثل قصة كتير نساء بيقطعوا بهذا الموضوع، زواج بعدين طلاق، بس يمكن الفرق بينك وبين بعض النساء إنه هن يمكن قالوا خلينا نمشي نمشي لأنه في ولاد، خلينا مالي منقطع، لو شو ما كان هالزواج لو شو ما كان وضعي بضلني مكملة كرمال هالولاد. أنت ما فكرت ببنتك؟ بلا، وفكرة بالمحاكم كمان كانوا يحكوا لي لا ما في طلاق عشان بنتك، عندهم كانت البنت هي نقطة ضعف، بس بالعكس أنا بنتي كانت نقطة قوة، أنا عشان بنتي عملت هذا الشيء، أصريت لأن عارفة شو المستقبل حيتمر في بنتي. ما حسيت عم تحرميها من أب؟ لا، لانه انا اوكي ما بدي ادخل كتير بيرسونال، لكن شفت من اول المشكله مين اللي همه على مين، مين اللي كان بيحتوي البنت، مين اللي كان بيخاف على البنت. لو من اول شهر المشكله حسيت انه البنت محتاجه هالبي كان ما كان هيك، واعطيت فرص كتير للرجوع واعطيت مهل كتير، لكن عم بلاقي ضرب كفوف بالزياده. سارة دائما اسباب الطلاق مختلفه، بس كلها فينا نحصر إذا بدك بثلاث خانات أساسية. أكيد. إما اكتشفت صفة معينة بالشريك خلتك ما بدك تكمله، إما في عادة سيئة، مار ما بعرف إنه واحدة من العادات السيئة، إيه؟ إما في طرف ثالث إن كان خيانة أو إن كان شي تاني. أنت تحت أي خانة بتندرج أسباب طلاقك؟ ما بدي أحكي كتير بيرسونال، أوكي؟ لا بدي أحكي إنه أهم شيء إنه ما كان في تفاهم، ويعني خلاص انه ما في تفاهم، والزواج والطلاق اسمه نصيب. يعني سارة بتحس انه هيدي الخبرة خلتك، ما بدي اقول عقدتك، بس عملت لك صدمة بتخليك ما بترجع مرة تانية بتفكري بالزواج؟ هلا قلك بدي اقول لك شغلة، حاليا جوابي لا، ما بدي أخيركم. اسمع رجال ولا زواج ولا شيء، ما بدي شب بني آدم يقول لي بدي اتزوج او شيء، مش انه خوف لكن ماني مستعدة حاليا. أوكي. اللي شفته خلاني اقول لا، بدي لا لا لا. بدي وقت وبدي اقعد، بدي اهدي حياتي لبنتي، اعوضها، يعني بدي ابني هالأسرة اللي اتفككت كمان لأسرة صغيرة. كمان في شغلة تانية، يعني مش بس انت يمكن منك جاهزة، طب ما بتخاف انه بس تتجهزي انه مثلا الرجل او شخص معقول تتعرفي عليه يكون عنده مشكلة انه يرتبط، مش بس لانك مطلقة، لانه عندك بنت او عائلته مثلا ما تتقبل هذا الموضوع؟ وهذا مجتمعنا، هذا المجتمع العربي بشكل عام هيك للأسف، انه مطلقة عندك بنت لا تاخدها ماما، هي مطلقة هي عندها بنت هي كذا. طب ما بتخافي على مستقبلك من هالناحية؟ لا، لانه شوفي انا لو حاطه هدف انه الزواج لازم اتزوج ولازم افتح بيت تاني كان ايه فكرت. أيه. لكن انا شخصيا هلا ماني مفكره، وبقول له شو زوجت وجربت وخلصت شو، يعني ما حسيت اني محتاجه رجال في حياتي صراحه. ما حسيت انه الزواج قدمني شيء، عوضني شيء، لا احنا هلا في زمان بالعكس، عيشي لحالك، حره نفسك، معك بنتك، روحي تعي اشتغلي. ما حسيت انه ضروري يكون عندي رجال، شو بدي استفيد، لشو بدي هالرجال؟ مصاري الحمد لله. انت معقول هلا الناس عم يسمعونا يفكروا انه انت ولا ساره عم تقولي للبنات انه ما تتزوجوا لشو، ما في ضروره، او طلقوا؟ انت ما عم تقولي هالشي كمرأة متزوجة. بالعكس، البنت لما تتزوج تتزوج، والبنت اللي متزوجة تكفي حياتها تكفي،
أهم شيء مع الشخص المناسب. أنا يمكن نصيبي إجا مش شخص مناسب، ما نسب حياة سارة، ما بعرف يمكن بعد 10 سنين 20 سنة يجيني واحد أنا أحبه يركب العقل مع العقل، أتزوج مرة تانية، لكن مصلحة بنتي أهم. لكن اللي تتزوج تعرف تختار الصح، الزواج حلو مع الشخص المناسب. كمثال أنت كارول، لما شفتكم أنت وزوجك ما شاء الله عليكم كابل بجنن، متفاهمين محترمين رأيين، هذا الصح يعني. بس ما تعيشي متزوجة تعيسة عشان خايفة تكون مطلقة، في فرق. أوكي. تزوجي وافتحي بيت وربي أسرة. بالعكس أنا كنت أتمنى لما أشوف، أنا أقول لك حياة ما أكذب عليكي، لما كنت أشوف هلأ بشوف أم وبي مع طفلاً مع بعض أسرة هيك، بعد أقول ليه حظي هيك، حسرة بحكيها الكلمة هاي، حسرة بتحسر على البيت، بقول ليش هيك حظي، برجع بعدين بقول لا الله رايد لي الخير. لو ما هذا كان يمكن ما كان ما هلا مش عايش سعيدة، يمكن الله يعوضني بعدين والبنت تعوض، لكن أنا مش بإيدي. حاولت أخيرا حققت إن الغرفة اللي بدي إياها وبحلم فيها وفي مخيلتي سويتها، صح كنت نفسي أسويها في بيتي لحالي الشخص تبعي يعني ملكي، لكن الظروف ما سمحت فقلت حسوي غرفتي عند بيت أهلي هون بالسويد. سارة بتحس إنه الطلاق أثر شوي على شعبيتك؟ يعني يمكن أمهات ولادهم بيتابعوك أو ما بعرف صبايا بيتابعوك ما بدهم يتأثروا بمرأة مطلقة، حسيت هذا الموضوع أثر على شعبيتك؟ تعرفي يوم أعلنت طلاقي أنا كنت كتير خايفة لما وريت مرأة طلاقي حتى رسميا يعني. بتعرفي شو صار؟ أنا عندي الأعمار اللي بيتابعوني من 18 سنة ل 35 سنة. أوكي. هذا يعني عزهم. عزهم. الكمية التشجيع، فيك تشوف التعليقات باليوتيوب لما نزلت الفيديو. تشجيع رائع، مو عشان أنا يعني الناس تطلق لا، إنه قديش أنا قوية وقديش شافوني بنظرة عيون القوية مش المكسورة، يعني صار يشوفوني فخر لإلهم، وهذا بحاله نجاح الحمد لله. احترموا قراري، احترموا كلامي، صاروا ياخذوني قدوة، صاروا التعي صارت تتكلم، بطلوا يخافوا، في قاعد يقولوا الزواج، ينصحوني انه الزواج برضو هيك حلو، يعني صار اخذ وعطى بس باحترام، ما في تنمر ابدا. صار هذا شيء كثير حلو، وهذا شيء بيدل على يمكن وعي عم ببلش يصير اكثر واكثر حول هذا الموضوع. ونحن بالنهايه عم نعمل هاي الحلقه كلها لانه اوقات انت بتكوني بوضع صعب جدا، قاطع بشي وانت بحيرة، ما بعرف انه مانيك عارفة تتصرفي، مانيك عارفة شو تعملي، شو الصح شو الغلط، واوقات بتعوزي تشوفي شخص قدامك يمكن تعتبريه قدوة، يمكن شخص تعتبريه ناجح تتمثلي فيه. بس طبعا نحن مش عم نشجع بهذا الموضوع انه يلا أكيد. صار مشكلة صغيرة يلا روحوا طلقوا، اكيد لا, لا. طبعا لا. انت لا. اذا بدك تعطي نصيحة للصبايا يلي عم يسمعوا إيه. اكيد بدي احكي شغلة مهمة قبل ما احكي الأدت عليكي. أنا ما تطلق من أول مرة وطلقت، أنا سنتين ونص كنت عم بحاول، أنا لو علي يعني أنا لو بدي اطلق جد كان من أول 6 شهور كانت طلقت زواجي، بس كنت أرفض أقول لا هعطي فرصة هعطي فرصة لأني ما بدي اطلق ما بدي اطلق. لكن في تجي حالة يعني زي ما يقول المي اتملت صارت كب، ها هي أخذت هون أخذت القرار. أنا ما بشجع على الطلاق بالعكس، إذا عايشة حياة سعيدة الله يهنيكم، ما في أحلى من الزوج السند اللي بيكون الشخص المناسب. سارة أنت تجوزتي بطريقة تقليدية ولا عن حب؟ تقليدية بعدها تحولت كحب مع الخطوبة. تعتبري السبب أنه أنت ما عرفتي كفاية قبل الزواج؟ للأسف ممكن أقول أنه أنا في بلد وهو في بلد. أوكي أنا بالسويد هو بالإمارات تمام، يمكن وفترة قصيرة السنة وكان كله أونلاين بالضبط. فلما نزلنا كله ورا بعض بسرعة 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 اتجوزنا بخلول يعني بحلول أسبوعين كنا متزوجين في البيت، فيمكن ما لحقت. لما رحت على البيت وشفت انصدمت بواقع أنا ما توقعتي، غير ما كنت شايفتيهم قبل، ما شفت هالأشياء كلها قبل بالضبط. حتى بوادر ما كان فيه، ما في هو ما كان في بوادر، او انت يمكن غضيت النظر. انا شوفي ما حقول على شوفي، انا حقول كمان انا كمان غضيت قلت انه ممكن بعد الزواج يتغير الموضوع هذا يتغير. هاي الكلمه دمرت الزواج كله، ما في شيء اللي فيه طبع ما بتغير، هذا انا بس بحكيها للملا. هيدا شيء تعلمتيه انت، هي صدمة. انا حقول لك شغله، انا رحت وعلى فكرة أنا عم باخد كورسز مش دكتور نفساني، فكنا أقول ثيرابي إنه بحكي life coaching
ممكن أقول هيك إيه لايف كوتشينج، لأنه لهلأ أنا عم بعاني، لهلأ أنا ما تعافيت 100%، لأنه اللي شفته فوق طاقتي، اللي أخدته ضرب الحد الأعلى. أنا إنسانة بسيطة جدا، شو أقول لك، عفوية، مش متطلبة، فلما تجيك الصفعة هاي انسي، تعبتني. سارة شكرا كتير عن جد على صراحتك، ولأنك طلعتي وحكيتي بهذا الموضوع، بعرف إنه هذا الموضوع يمكن بيوجعك وبيأثر فيك، فأنا بشكرك كتير إنه عم تستعملي هيدي الشغلة والتجربة اللي بتوجعك لكرمال إنه تكون ربما يعني بتلهم أشخاص عم يسمعونا ويحضرونا اليوم. أكيد أكيد، أنا بتمنى كل واحدة، كل واحدة عم بتشوف هيدا اللقاء هلأ، إذا أنت تعبانة وخايفة من كل مطلقة لا تخافي، أنا كنت مثلك قاعدة مكانك وانت عم بتتابعيني وكنت خايف من كل مطلقة، لكن قويت عشان نفسي وعشان اللي حوالي اللي بحبوني جد. أوكي. والمتزوجة الله يهنيها، الله يبعتلها الأحلى بحياتها. وشكرا كتير كارول على استضافتك، إن شاء الله يا رب أكون ضيفة من تقيلة حبيبة قلبي.